مدام، انت كنت تحكي لي اللي عندك مشكلة، وعندك مشكلة معنا في الخدمة متاعك. مشكلة في خدمتنا 240 واحد، نحن من مارس وقفنا على اساس شوماج شهيرتني. فين هذا؟ شركة سيتان في الشرقية، جيرال دو بليزير، شركة سيتان في الشرقية معروفة الشركة برك، عندها 26 سنة تخدم، قايمة ذات التوا الشركة. وقفنا شهرين شوماج ومشينا تفقدية، شكينا قالنا تناخذ لكم حقه، مصباح مولا التفقدية صبحت مع الشركة، منظمة شغيلة صبحت تاخذ فراشة مع الشركات معهم دفير. أصبحنا 28 سنة مطيشين، لا شهري لا هبوط لا حتى شيء. قدم ورقتك للسلاسيز واسقط وكان عجبك من فوق. تو طيب معقول الحكم هنا وينه؟ كيفاش نحن نقعدوا بطالة قداش من عام توا عام كامل وبعد يخرجونا يدينا على روسنا؟ قال باش نعطيكم زوز ملايين ووفقنا على الزوز، قال باش نعطيكم كان 28 سنة، قال نعطيكم زوز ملايين هكا هاو. احنا تفدينا المشاكل وكل، بما انه سنا كبير وتشوفي في الظروف وكل، وفقنا قول يعطينا زوز ملايين وكل واحد يمشي على روحه من غير مشاكل. صباحكم. سامحني زوز ملايين 28 سنة. نحن كي قابلنا سي خالد في تفقدية عام الشغل تاع حي الخضرة قال مش على كيف والبلاد مش على قرنه. طلع له وهبط قال كان عجبكم خذوا واسكتوا باللغة هذه. زوز ملايين بتاع شنو هي؟ 26 سنة واحد يخرج يده على راسه. معناها هيك مش تقدموا في الروتريك. اي 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 في فلي، لكن ما هنا الحاكم وين؟ الدولة وين؟ بتاع النظام بتاع التشغيل الاتحاد العام التونسي الجحر الطبوبي ولا حي الخضرة؟ وين هو هنا؟ وين هو ما يقفش مع المواطن؟ نحن موقفين البلاد 28 سنة نخدموا فيه، خرجنا يدينا على روسنا. شنو عملتوا انتم؟ ما عملنا حتى شيء، كل يوم نمشوا نقعدوا قدام المعمل، نمشوا التفقدية الشغل نقعدوا يهبط لنا واحد اسمه خادم التفقدية يقول عرفكم ما عندوش، شكون عجبكم؟ خذوا شكون؟ قدموا قضية المحكمة على كيف، وهو عرفنا جيران، احنا عرفنا مولا المعمل من 1911 الشركة، ماهيش شركة شوية، بعد التفقدية تبيعها هي وعرفوا ياخذوا فيها فلوس ويسالونا نحن عجوز ملايين باش يعطينا 28 سنة، بعدنا صححنا ما حبش حتى يعطيهم لنا زوز ملايين. ما حبش حتى يعطيهم لنا. كيفاش تجي هذه؟ وانا هنا قيس سعيد كما تلفت الغير وتلفت لنا نحن شويه. انتم قداش من عامل في الشركه ذي اللي معناها صارت من 250 واحد؟ المترسمين قبل عامل فنمشي للشرقيه في سيتام مقابل قناه التاسعه، مشينا لقناه التاسعه ما لقيناش كيفاش نصوروا مقابل قناه التاسعه، شركه معروفه في الشرقيه شركه عالميه برشا، تدخل حتى للديوانه شوف كل جمعه قداش يخلص، يخرج بالمليارات من عندنا، بعد في اليوم هذا يسكر علينا يعطينا شوماج 3 شهور بعد يسكر علينا. أنا طالبة الرئيس، طالبة الحكومة، أكثر منظومة فاسدة هو التشغيل، الاتحاد العام التونسي للشغل طبوبي أكثر منظومة فاسدة، ونقولها ونزيد نقولها. اللي هو ما حبش يقف معنا 10 جلسات ما حبش يقف فيها معنا. قالك عليه خاطر ما شاركتوش. خاطر شنو؟ مشاركين. أنا ما شاركتش في الاتحاد يا خويا، مش مشاركة، لكنك عيطت لك اقف معايا كمواطن. مش تبيعني للدولة. تبيعني لواحد طلياني. انا ما وقفش معكم، وقف مع الاجل. اي ما حضرش حتى. ما وقفش معانا، ما حبش يحضر. وتفقديه مره هنا جت معانا وبعد كي مشت طلعت له وهبطت، ما ياخذ الرشوه نعاود نقولها، خذوا الرشوه باعونا الكل، خلونا نمشوا ونجيو حتى على زوز ملايين. صححنا هنا ما حبوش يعطوهم لنا. يشدوها العباس. يعطيك الصحة. ما حبوش يعطوهم لنا لتو، وسيتام شركة سيتام. شركة سيتام في الشرقية نعاود نقولها. سيتام تابع لوبيا. كيفاش؟ في ايطاليا. تبع لوبيا في ايطاليا اكبر شركه في العالم، كيفاش ما عندوش فلوس يخلص خدامه؟ يا خويا ما حشيش اعطيني حتى 5 ملايين، راني 26 سنه نخدم ورانا مش 10 سنين ولا 5 سنين. قلنا لهم اللي مازالت شوماج قلنا اعطيني حتى 5 ملايين ونخرجوا، صحوا لكم نخرجوا. قال لك لا، معناها تخرجنا يدينا على روسنا، نستنوا 6 شهور في تفقد الشغل نصحوا، باش بعد 6 شهور يجينا شهريتنا. نحن 6 شهور لا شوماج لا شهر، نستنوا في كيكه ناكلوا كيكه ناكلوا حليب. اما فلوس لا. نشربوا الماء الفلوس لا. أنا وين الحاكم؟ يتلفت لنا شوية. والله كان جيت تمشوا معايا تو نهزكم قدام الشركة، تو جيت من الشركة، نهزكم عندك معتصمة قدام الشركة قاعدة. حد ما تلفت لنا، قول لهم نمشوا مدة ساعة نروحوا. قداش عندكم هكا؟ عندنا هكا من مارس نحن، أعطانا الشوماج 3 شهور والدولة مساندته تفقدية الشغل، صحوا وبعد خلنا كهو راهو سكر. المرة الأولى في بعد رجل خلوه رجل أموره، رجل دوسياته، نظفها، كل شيء كل شيء، نحى جديد وحط القديم، عمل كيما حب هو. هو تفقدية وبعد خاطرنا لا غالب، هذاك الموجود. عجبكم تصحوا، ما عجبكمش برا وخرجوا. اللي تحب تمشي تشكي على روحها. معناها حتى هو ما يهموش معناها. ما تمشي المحكمة تمشي على روح، بعد ما نظم أموره، خذا الوقت الكافي، من مارس لتوا خذا الوقت الكافي. رد دوسياته ورجل أموره ورجل جو
قبل وقته الكافي وبعد تحب تشكي تحب تصلي الشوماج تاخو شهريتك بعد 6 شهور تقدم ورقك سلاسيز ما تحبش براك القضية في المحكمة. وانا فما فلوس فماش سي ان اس عطاتني مارس وابريل وماي 3 شهور اللي انا قاعده من مارس لتوا عطاتني 3 شهور برك شوماج الدوله تاع 200 دينار خذيناهم هكا 3 شهور برك وضو وقفتهم علينا عليه وراسليش عائلات وكري وماي وضو صغاره 7 شهور واقفين 7 شهور بلا فلوس واقفين برك تزيد تتردد لجمله لو هاي الورقة تاع التريت قال لي براي صبيها بلاش فلوس هاي الورقة التريت هذه ورقة عملها لي قال لي زيف البلدية قال لي براي صبيها بعد 6 شهور باش تاخذي شهريتك لا فلوس لا شيء شهور أخرين ها؟ بعد 6 شهور أخرين بعد 6 شهور أخرين لا شوماج لا شيء مش حتى الميتين تعطيك الدولة لا نخرجوا روتريت كيما هكا وناخذوا فلوس فهمتي تخرج تاخذوا روتريتكم وتاخذوا فلوسكم اللي أنتم ما عملتوش أعطيني فلوسي تاع 26 سنة أنا وقفت الشريكة أنا وقفت الشريكة نحن مستفادة منها البلاد أكثر منا نحن شركة 26 سنة تخدم مستفدة منها بريد ومستفدة منها طبوبي أكثر منا نحن للطبوبي سمعنا جلسات ما حبش يوري وجهه